مرحبا، بنشوف البريق وهو نازل الأرض كيف بياخد شكل متعرج مثل زجزاج، مرعب بالنسبة للكثير، ولكن بين العلماء السبب ويلي هو البريق النازل للأسفل بيواجه مقاومة من ذرات الغبار بالجو، فالقفزة عادة ما بتستمر بنفس الاتجاه بل بتتوجه لمنطقة بتكون أقل مقاومة إذا واجهته أي عوائق، فبتستمر قفزات البريق بصورة متعرجة يمين ويسار حتى توصل للأرض. متى أشوف كيف عم يكون الطقس؟ عم يكون جو غائم ماطر على فترات، وعم يكون هطل غزير احيانا ومصحوب بالعواصف الرعديه خاصه على المناطق الشماليه الغربيه، وعم يحذر من تشكل السيول بالمناطق المنخفضه والمنحدرات، كما عم تستمر درجات الحراره حول معدلاتها او ادنى بقليل نهارا والجو بارد ليلا. الرياح جنوبيه غربيه معتدله مع هبات نشطه عم تتجاوز 60 كيلومتر بالساعه، اما الرطوبه عم تتراوح بين 40 و90%، والبحر متوسط لعالي ارتفاع الموج ودرجه حراره المي 22 درجه. من ثلاث طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها كمان مطرة، وعم تسجل العليا 15 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية. السويد عم يكون طقس فيها مطر وعم تسجل العليا 14 درجة، درعا عم تتراوح بين 8 و 18 درجة، وبالقناطرة عم تسجل فيها الحرارة العليا 15 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى حمص وحما، بحمص عم يكون طقس مطر وعم تسجل العليا 17 درجة، أما بحما فعم تتراوح بين 9 و 17 درجة. بالمنطقة الساحلية مكفي الأجواء الماطرة بطرطوس وعم تسجل صغرى 15 درجة، بلدية عم تتراوح بين 14 و 19 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل العليا 14 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم تكون الأجواء ماطرة وعم تتراوح بين 8 و 15 درجة، وبحلب عم تسجل العليا 14 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشرقية على الرقة يلي عم تكون فيها الأجواء كمان ماطرة وعم تسجل الصغرى 7 درجات، أما بالحسكة عم تتراوح بين 8 و 13 درجة، وأخيرا بدير الزور عم يكون طقس ماطر وعم تسجل العليا 16 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكره.